بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة بعنوان مشاعر مؤلمة. هذه القصيدة من نظم الشاعر الكبير ناصر بن سليمان بن راشد الجهضمي. تم نظم هذه القصيدة بتاريخ 14 من ديسمبر 1999. الأداء والهندسة الصوتية يحيى الجهضمي. على عادة الأيام تجري المقادر، وتمضي بنات الدهر وهي دوائر، وتجلب أهوالا على المرء رزقها، بلا رحمة منها لمن هو صابر. ألا قتل الله البلايا وصرفها، لقد نسجت في الغابرين عواثر، وأردت كرام القوم من رمي نبلها، وقضت منام النائمين ذواعر. وطوحت الأقدار بالقدة الأولى، قرون مضت صبت عليهم مرائر، رمت ما رمت حتى تمكن رميها، تفجر منها عن قفير وداحر. ولم تبق منهم لا أمير وسوقة، أتتهم على غر ومرت غوائر، وباتت سليمة تندب القوم بالأسى، وقد غيبتهم بالصروف المقابر. كذا دأبها الدنيا زوال ونقمة، تفجع أحبابا وترمي كواسر. فأما حذور بات في حل يقظة، وأما غرور بالمهالك قاتر. ولا يأمن الدنيا حكيم مجرب، وقد غررت قوما سراتا أكابر. وخير سلاح المرء عزة نفسه، إذا واجهته الكاشحات خواتر. ومن لم يصن نفسا عن القبح والردى، رمته إلى أرض الحضيض عواثر. وفي كل حال ليس للمرء عاصم سوى عروة الرحمن إذ هو ناصر. ومن يعتصم بالله يعصم من الأذى، ونعم برب في البرية قادر. وإن جرت الأيام فاصبر على البلاء، فقد يسعد الرحمن من هو صابر. وراقب عسيرات الأمور بحكمة، ولو كان حكم الدهر بالمرء جائر. دع الحزن طب نفسا ولا تبق حائرا، فإنك لا تدري بما هو صائر. نعيب سليمى والزمان تظلما، بنا بالأسى والحادثات غوائر. ولا عيب إلا في النفوس، وأنها تدل على الرذل وما هو عاثر. ومن عاش ذاق المر والرح عن حرى، وعاكس فيه الدهر والدهر خاطر. إذا كان أهل المرء أقرب للأذى، فكيف يجد بين البقية ناصر؟ وإن كان أهل المرء أقرب خاصمه، ومن منهم نقيع السم يطفح ثائر. فلا مرحبا بالعيش والماء بينهم، إذا قطعت منها الركون أواصر. وأني وقد عانيت حزنا وعلة، ويسترني عنها من الله ساتر. فيا ما شربت المر جر عنيبه، قريب ورحم لا أبا لك جائر. وما منهم إلا يكن لي العدا، يعد لي الويلات والويلات.
والوجه كاشر، وأقربهم رحما يعد سهامه، ليرمي بقوس بالمنية قاسر. أراه ونار الحقد تغلي فؤاده، يجاملني ضحكا وللبغض ضامر، على غير ذنب لا ولا من جريمة يجازونني، والله للسر ظاهر. ولكنهم أهلي وأقرب عترتي، فهل أستطيع أمحو دما وأواصر؟ وأني لهم مهما أتوا من إساءة، رحيم بهم قلبي عليهم يحاذر. لهم بين روحي والحنايا مودة، وقلب محب بالمحبة عامر. أكن لهم عذري ولو كنت عاتبا، وأصفحوا عنهم والخطايا كواثر. وهذا دليل الود والنبل والوفا، وعطف وما تحويه مني المشاعر. وسامحهم ربي وإن طال كيدهم، فإن إلهي راحم ثم غافر. تحملت فيهم صبر أيوب في البلاء، كظمت وعضتني الهموم قواسر. تكلفت حزنا حزن يعقوب لم يكن بأقوى، وأني في الملمة صابر. وعانيت آلاما وقضت مضاجعي، وهاضت همومي والمهيمن ناظر. بذلت لهم جودي وفضلي تكرما، وأصبح كل منهم لي ناكر. أعاملهم باللطف والجود والسخاء، وأجني ثمار القبح والقبح ظاهر. وظلم ذوي القربى على المرء غمة، إذا لم تكن تحنو عليه العشائر. ففي الأرض من آل الكريم وراحة، وللحر عيش حيث ما هو صائر. فلولا بنيات وأم ضعيفة، لما كان لي بين القبيلة شائر. وأرحل والأيام بيني وبينهم، وإن بقيت مني إليهم ثوابر. إلى دار أخوالي وملجئ رحلتي، سأحيا كريما بينهم ومثابر. إلى القريتين دار أهلي وعترتي، نمتهم كرام للعلا وأكابر. إلى معقل البيرين منهم مودة، ومن جيل ثعلب سادة وأكابر. كرام إذا لاذ الغريب بحيهم، يجد كرما من بينهم ومشاعر. ستبدي لهم أيامهم عن فعالهم، ودائرة الأيام فيها المصائر. وحكم إله العرش فوق احتيالهم، وما قدر الرحمن فالعبد صابر. أبوح بأمري للمهيمن راجيا، قيام حظوظي والمهيمن قادر. إلهي أغثني بالمثابة والرضا، فعفوك للجاني عظيم ووافر. وإني مقر بالذنوب مصرح، بذنب وتقصير وثم عواثر. وبابك مفتوح لمن جاء سائلا،
ورحمتك العظمى لمن هو حائر. وما كان من ذنب فللعفو أرتجي، فأنك للعاصي وللذنب غافر. وإنك تواب وللتوب قابل إلهي، فأعيتني ذنوب كبائر. وأزكى صلاة الله للخاتم الذي أتانا رسول للبرية ناذر. عليه صلاة الله ثم سلامه، كذا الأهل والأصحاب ما نحى طائر.